عندي مطالب وصلتهم باسم طلبة كاملين اللي هما ثلاثة، وفت انني قلتهم مع احترامي للسيد الوزير، ولكن حنا بغينا تحقيق باش الا كان شي تلاعب ديال شي مسؤول يتعاقب با بليس كو سا. كاين لونتروتيان اورال بوغ الناس، حنا ما كنشكوش في القدره ديال الناس من هذا المنبر، حنايا اي واحد كومبيتون، حنا اي واحد كومبيتون يستاهل داك المنصب. حنا ضد الناس اللي ما دوزوش الامتحان، الناس اللي ماشي كومبيتون ودازوا. اما الناس حنا ما كنشكو في حتى شي طالب، انا صحابي دازوا في لونتروتيان اكري في الاكري باردون، و جو سوي فيير دو و ايل ميريت داك لو بوست. ولكن صريح ديال السيد الوزير كيقول ان 600 واحد ضغطوا عليه باش يدوز، 600 واحد شكون اللي ضغط عليه؟ 800 واحد اللي جاب معدل، وعندنا 2081. دونك شنو هما المعايير اللي خديتو بهم 2081 طالب؟ هذا هو التساؤل الاول. يعني هنايا بغينا يخرج عندنا السيد الوزير او شي مسؤول يوضحوا لنا هذا الشيء. هذا راه ضرب في الماده 6 ديال القرار اللي ينظم لنا كيفاش غيدوز هذا الامتحان. يعني هذا الشيء كامل دي بوان دانتيغوغاسيون، حنا كنطالبوا بفتح تحقيق حق مشروع باش يبان الا كان شي تلاعب، كان شي استغلال النفوذ، كان تزويره ديال بصح غتبينوا الجهات المختصه، وحنايا قابلين بداكشي اللي غادي تتبينوا العداله والجهات المختصه، حيت كنثقوا في القضاء المغربي. واذا بان ان تلاعب اوتوماتيكمون غتلغى النتيجه وغيتلغى الامتحان وغيتعاود الامتحان. وفي ذاك الوقت كنطلبوا انه تتم الاشراف عليهم من لجنه مستقله تكون كتكون من ناس نزيهين، مسؤولين نزيهين. وكما كنقول ديما حنايا عندنا مسؤولين نزيهين في البلاد ديالنا، كلنا ثقه فيها، وهذوما المطالب ديالنا.